أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم ميموري ماتشنج كاردز لعبة مطابقة الكروت. قمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام بإنشاء الأبليكيشن وتهيئة الواجهة. قمنا مثلا بإضافة الباك جراوند بهذا الشكل مع إضافة هذه العينة التي من خلالها نستطيع القيام بتحقيق خاصية الفليب والقلب، ورأينا كيف لا نستطيع القيام بذلك باستخدام الروتيشن، وإنما علينا القيام بتطبيقها بهذا الشكل. كما نرى علينا القيام هنا بالاعتماد على الويد العرض الذي من خلاله نقوم هنا بتكبيره وتصغيره، وأيضا بالاعتماد على اللوكيشن الخاص بالمحور الأفقي. لنرى كيف يتم ذلك. فهنا الخطوة الأولى أن نقوم بتهيئة الإعدادات الخاصة من أجل الأنيميشن ومن أجل الحركة. علينا القيام بإنشاء تايمر، وذلك بعد القيام هنا بالإمبلمنت، وذلك على الأكشن لسنر. وهنا نقوم باستيراد هذه الأبستراكت ميثود وهي أكشن بيرفورم. فهنا الخطوة الأولى أن نقوم بإنشاء تايمر كما قلنا. فنقول مثلا تايمر، ونقوم هنا بتهيئته، وذلك نسبة إلى ديلي معين يكون 50، وهنا نقول this نسبة إلى هذا الأكشن لسنا. وبعدها نقول هنا مثلا إذا أردنا القيام بالتعديل وذلك على المحور الأفقي هنا وعلى الويد هنا، فدعوني مثلا أقوم بالتعبير عنهما وذلك بقيم متحولة. فمثلا إذا قلنا قم بإنشاء ويد وأيضا X، فالقيمة الافتراضية للـ هي 200 والقيمة الافتراضية للـ X هي 300 بشكل مطابق لهذه القيم. فإذا قلنا X و Width نحصل على نفس الخرج بهذا الشكل. تمام، الخطوة الأولى أن نقوم بالتخلص من هذه لا نريدها هكذا، لنرى سوف تعود بهذا الشكل. وبعدها إذا قلنا مثلا قم بالتعديل على هذه القيم، إذا أردنا مثلا القيام بالتعديل على قيمة الـ X فأردنا القيام بإزاحتها، لنقول على سبيل المثال ناقص تساوي قيمة معينة لتكون 1، ففي هذه الحالة سوف نقوم بإزاحتها نحو اليسار. طبعا لا ننسى هنا القيام بتفعيل هذا التايمر، فنقول تايمر ستارت. طبعا نحتاج أيضا القيام بإعادة الطباعة، فنقول هنا ريبين. لنرى الآن بهذا الشكل، نرى كيف تتم الإزاحة نحو اليسار. وأيضا إذا قلنا مثلا بالنسبة للعرض وذلك بمقدار معين ليكون 2، فنراه بهذا الشكل. نرى هنا أصبح كأنه يشبه الباب من ناحية القيام بالتسكير، ولكن كما قلنا أحتاج القيام بالتركيز على المنتصف، لذلك سوف أقوم بالاعتماد على المحور الأفقي وهو محور الإكسال. بمعنى سوف نقوم هنا بالإنقاص على العرض، وفي الوقت ذاته نقوم هنا بالانزياح نحو اليمين، فبهذا الشكل سوف أحافظ على مركزية البطاقة وهي في المنتصف. فإذا قلنا نصف هذا المقدار في الويد، لأنه إذا قلنا الويد سوف يتناقص بنفس المقدار على اليمين وعلى اليسار، فهنا نقوم بالانزياح بهذا المقدار. لنرى، نرى هنا كيف نقوم بالانزياح، وإلى حد ما أصبحت الآن تشبه وكأنما نقوم بالفليب ونقوم بالقلب. ولكن نرى هنا إذا أصبحت القيم سالبة فلا أستطيع القيام بالرسم. لذلك دعني هنا مثلا أقوم بإضافة شروط وأقوم بتعيين جهة معينة للرسم والزيادة والإنقاص نسبة إلى المركز وهو 0. فإذا قلنا في حال مثلا كانت هذه الويد زر تساوي 0، ففي هذه الحالة مثلا أقوم بجعل الدايركشن وأقوم بإنشائها مضروبة بقيمة سالبة بهذا الشكل. وهنا نقوم بإنشاء مثلا هذا الدايركشن، نقول انتجر دايركشن قيمة حيادية تساوي 1، وهنا نقوم بضربها بالويد والإكس. فإذا قلنا هكذا وهنا أيضا، ففي الحالة الأولى القيمة 1 كما قلنا حيادية، فضربها بأي عدد هي قيمة العدد ذاته. ولكن هنا يعني أرى ربما هكذا عندما تصبح هذه أصغر أو تساوي 0 فأقوم بجعلها قيمة سالبة، وبالتالي سوف تصبح هذه مساوية إلى ويد هكذا تساوي ويد كانت ناقص، ومن ثم عندما قمنا هنا بضربها بإشارة ناقص أصبحت ناقص 2. فهذه فعليا القيمة الافتراضية لها بهذا الشكل طالما الدايركشن تساوي 1، ولكن إذا أصبحت سالبة سوف تصبح هكذا، وبالتالي سوف تصبح هذه زائد، أي كأنما نقوم بالجمع. تمام، وبالتالي نقوم بالزيادة على العرض بعد أن قمنا بإنقاصه نحو 0، وكذلك بالنسبة للدايركشن، فبدل القيام بالانزياح نحو اليمين سوف نقوم بالانزياح نحو اليسار. لنرى الآن، نرى الآن كيف تتصغر بهذا الشكل، وعندما تصبح عند الصفر
أعود وتكبر بهذا المنطق. جيد جدا، وكانما أقوم بالقلب بطريقة واقعية، ولكن هنا المشكلة أن العرض يكبر وليس هناك شرط للقيام بالإيقاف. لذا سوف نقوم أيضا بإضافة شرط هنا، وهو أو أن يكون هذا الويب أكبر أو يساوي قيمة معينة وهي قيمته الحقيقية 200 دينار الآن. فبالتالي عند تجاوز الحد من الناحية العليا الماكسيمم، سوف نقوم أيضا بتغيير جهة الدايركشن ونقوم بالتقليل بهذا الشكل. ممتاز. إذا بهذه الطريقة قمنا إلى حد ما بتطبيق الفليب والقلب بهذا المنطق. ممتاز. وإذا نستطيع مثلا القيام بالتعبير عن هذه بدل ريكتانجل ملون وإنما كصورة، فإذا قلنا قم بجلب هذه الصورة مع التعيين، قم بنسخها مثلا وإضافتها مؤقتا في هذا المكان، فسوف أقوم مثلا بإنشاء بيكتشر، وهنا سوف نقول قم بإنشائها، أعتقد هي PNG، نعم، وهنا نقول بيكتشر PNG بهذا الشكل، تمام. وهنا نقوم بالرسم، فنقول مثلا بيكتشر ولا ننسى النل، وهنا نقول draw image. ممتاز. لنا الآن فنراها بهذا الشكل، نرى كيف نقوم بالقلب وهي تعمل دون إشكالية، وكأنما نستطيع الآن القيام بالتعامل مع أبعاد ثلاثية بهذا المنطق الرياضي والمنطق البرمجي. فبهذا الشكل سوف نقوم بتطبيق هذه الخاصية في لعبتنا، وذلك عندما نقوم مثلا بالضغط عليها أو بالنقر، فسوف نقوم بقلبها وإظهار المحتوى الذي تخفيه. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.